وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الكاتب والإعلامي فيصل الشيخ أن دعم جلالة الملك المعظم يعتبر ضمانة للديمقراطية والحريات في مملكة البحرين. طبعا في البداية نحن نتكلم عن مشروع قاده قائد شجاع، هو ملك ورمز للسلام والعدالة والتعايش، وهو ضمانة الديمقراطية. هناك نضوج واضح في وعي الناخب البحريني. الشارع البحريني تطور مع هذه التجربة. أنت اليوم كمترشح يجب أن تبني تحركاتك وعملك بناء على ما يحقق رغبات هذا الشعب، وبالتعاون مع السلطة التشريعية. وفي النهاية المهم من هذه التجربة مثلما رسخها جلالة الملك هو العمل على خدمة هذا الوطن الغالي.